بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. ثم اما بعد، اليوم الاربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020 تم استلام الدفعه 11 من لحوم سكوت الاضاحي وقدرها 4 طن، فيكون اجمالي ما تم استلامه من مديريه القاف قنا حتى اليوم 11 دفعه بكمية وقدرها 44 طن، ولله الحمد لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اليوم تتسلم مديرية أوقاف أسيوط الدفعة 11 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى هذا التاريخ 44 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة أسيوط، بناء على تعليمات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 استقبلت مديرية أوقاف الأقصر الدفعة 5 من لحوم صكوك الأضاحي، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وبذلك يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف الأقصر ما يقرب من 20 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستحقة. فنشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والتسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم حسب إسناد الموافق 29/9 وصل إلى السؤال الدفعة 11 من لحوم صكوك الأضاحي، وقد يكون قد وصل إلى مديرية أوقاف سوهاج حتى الآن 44 طن من لحوم الأضاحي.